راح تشوفون اي اساءة، اي محاولة تجاوز لكم راح تشوفوها تافهة جدا ولا تستحق الرد ابدا. نقدر نسميها نصيحة أو رسالة بنزاكة من شهد الشمري لبعض البنات، وخاصة الموضوع باندا وزهراء اللي فضحنا بين العربان بسبب التسريبات، وهن للأسف يعتبرن من مشاهير العراق ويعكسن صورة العراق لما ينتشر مقاطعين على التيك توك، فهذا يمس سمعة العراق اللي يخلي شهد ترزل أو تجاوب أو تعلم بطريقة ناس العقد النفسية اللي محاطة ببعض الناس. حتى ما تعكر صفو مزاجكم لازم تركزون على النعم اللي موجودة بحياتكم من رب العالمين. أي شيء نعمة تحسوه مستمتعين به، عندكم سلام داخلي، راح تشوفون أي إساءة، أي محاولة تجاوز لكم راح تشوفوها تافهة جدا ولا تستحق الرد أبدا. شلون بالله إذا تريد تدق عدوك حقرة، مو الحقران يبطل مصران، اخواننا الكويتيين يقولون هيك. بس لطالما انتم بحياتي احلى شيء، كل ما اشوف احد او وحده من السايكو المريضات يحاولون يسيئوا لي الي ولعائلتي، ما اشوف الا جيش كامل لها. فما اريدكم ايضا انتم تجاوبون مثل ما اني مدى اجاوب وملازمة الصمت. ما احنا ما مسؤولين عن علاج بعض الامراض النفسيه خصوصا عقد قديمه، بس اريد اقول لكم شغله، البقاء للأقوى. الأيام كفيلة بأن تثبت منو الصح ومنو الغلط. الحمد لله أنا حياتي وهي الأيام وحدها راح تبين لكم، بس لا أكثر ولا أقل. وأحبكم كوما. شكرا للمتابعة جنات الفيديو، وتنويه لأصحاب القنوات الضعيفة، إذا كانت قناتك ضعيفة ما تقدر تحقق 1000 مشترك ولا 4000 ساعة مشاهدة وما تعرف تحقق أرباح، ما عليه غير أن تراسلني على حساب الانستغرام اللي موجود بالتعليق المثبت، وهناك أفهمك على التفاصيل ونتناقش كل شيء بالدعم اللي راح أسوي لك إياه اللي قناتك وصعد بها مشاهداتك. Thank you.